والعرس ان شاء الله غادي تشوفوا شوفوا كل شيء غادي تشوفوا كل شيء. انا ما نحرقش المراحل. شوفوا بيناتنا الفيديوهات ان شاء الله وبيناتنا ان شاء الله الكاتبه وكنصوروا داكشي اللي داكشي اللي كندوزوه كنصوروا اللي عندنا نصوروه لكم ان شاء الله. ملي نمشيو ان شاء الله عند لاكومين وملي نحضروا وملي كلشي نصوروه ملي ما عرفتش كيديروا. انا راه ما عارفاش داكشي اش كيديروا فيه راه ما عارفاش. حنا شادين رانديفو صح ما عارفاش شنو كيبقى عندهم. انا راه ما عمرني تجيب واش تعدو هنا في لاكومين. انا عارف المغرب عارف المغرب. ملي بغيت نتزوج مع عبد الرزاق جبت الوراق ديالي شهادة العزوبة شهادة كتجيب المقدم شهادة العزوبة شهادة العزوبة كتجيب مع المقدم شهادة سكنة تا هي كنجيبها مع المقدم مع الشيخ ومع داك الشيء وشهادة ديال الطبية وشنو الاخر وشهادة الخروق. هو هادشي اللي كان جاب لي محمد خويا. محمد خويا هو اللي جاب لي داكشي جاب لي شهادة سكنة شهادة العزوبة شهادة طبية درتها أنا عن طبيب ويلا ما فيك لا مرض لا لا تا شي حاجة وشهادة الخروق. عبد الرزاق تاني جاب داكشي كلشي من هنا حيتاش يقول مزيود هنا مشى تاني القنصلية هنا وجاب هداكشي تاني بحالي جاب داكشي 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 داكشي. مشينا يا لالا ديناهم لدار القاضي حطوهم عند دار القاضي. ملي حطوهم عند دار القاضي نهار الاخر جبناهم وافق لينا القاضي على الزواج. حنا سهلا راه تعرفوا ولاو كيدفعوا الوراق عند دار القاضي عاد يعطيك القاضي الاذن للزواج عاد كتزوج. نتوما عارفين هاد القاضي ايوا صافي جبنا ديك الورقه من عند دار القاضي بينا مسموحين نتزوجوا على محكمة الأسرة باقي ما عرفتش كانوا كيخ يعني محمد خويا وداكشي اللي صوبوا داكشي. ومن تما مشينا لعدول مشينا لعدول وتكاتبنا عطيتيها صداع عطيتها صداع شا عطيتيها القاضي القاضي غادي تحط شي حاجة من آخر صداع لا ما تحط أنا قديم نحط والو ما بغينا حتى حاجه بغينا ان شاء الله الدوام والدريه والزواج المعقول وكل شيء ما بغينا مؤخر صداق ما بغينا والو صافي تكاتبنا سيني انت هنا سيني انت هنا ولا هذول كمل كمل داكشي تخرج داكشي ديالي يعني وثق الزواج ايوا جبناه خلصنا الحدول وصافي سالينا. هنا ما نعرفش هنا شدينا رانديفو شدينا رانديفو ديال الزواج نزها فلانة اييه يا فلان اييه وين نتزوجو ايوا جيو نهار فلاني فلان فلان فلاني ان شاء الله طلبوا ليها ان شاء الله غير شهادة كاملة عندها طلبوا لها من الوراق. دابا تشوفوا دابا تشوفوا الفيديو شدو عقلتي على دوك الورق اللي كنت وريتكم قلت لكم راه جاو من المغرب عقلتو في واحد الفيديو قلت لكم راه واحد الوراق جانا من المغرب ايوا راه من ضمن من ضمنهم هذوك الاوراق اللي محتاجين وي هادشي اللي كاين. جميله قولي لها زعما مبروك عليها الله يحفظك لاله ليلى الله يكبر بيك اوه زريوي هو ليلى راه كتقول لكم مبروك عليك وتعرس وتعاود ان شاء الله الصحه والسلامه وطول العمر. الظرف الاصفر اييه اللي جاي من من دي اشيل دي اشيل يا ورا من تما قضيه ويا تما تبارك الله وحنا كنحبكو فيها وكنصايبو فيها هو تاج دروك الوقت ان شاء الله وغادي تشوفوا كلشي بعينيكم وان شاء الله غتسمعوا كلشي. كاين شي حد كي ولا فوتي لبلجيكا وسيري دبري على ولد بلادك. تا ولد بلادك فينا تحية لولاد بلادي تحية لولاد بلادي ونزها وليداتها وراجلها ودارها سارينا واش توما على
علاقه باليوتيوب بغيتي تبدلوا حياه الناس؟ ما كايناش هذا الهضره، كل واحد يدبر المخ. الفاتحه ما كافياش، خاصك قلنا فيه بلا نزهه هي عندها دور في التعطل ديال الزواج. وان شاء الله تيسرت الامور وتقادت الامور. انا نوريكم الحبيب نزهه ملي كانت مسكينه بالاوراق راح قال لك سول المجرب لا تسول الطبيب، وسول المجرب لا تسول الطبيب، وسول الناس الحراقه وهما يقولوا لك على معاناتهم، وهما يقولوا لك على حقرتهم، وهما يقولوا لك على معيشتهم، وهما يقولوا لك شنو طاوري بهم وشنو واقع بهم. عمر كيما تحكمي ونزهه مسكينه كيقولوا لها خديتي البلجيكي وهي كرهت ولد بلادها، وهي كرهت شي واحد يكون نيت راجل، يكون نيت راجل معقول معقول. راه معاك يتفلاو، راه ما كيغبوش المعقول، راه ما كيبغوش يسترو بنات بلادهم، راه ما كيبغوش يتزوجوا زواج ديال داك ديال النيه وديال المعقول كيف ما دار معايا انا هاد ولد الناس. تزوجت بيه ووقعوا ظروف وبقيت بقى شاد فيا وانا بقيت شاده فيه. تا الحمد لله سهل الله. وكانت كتقولها لي كوستي كتقول لي غير صبري الله يجعل اخرك احسن من اولك. وفعلا نيت كتقول لي دابا ان شاء الله دابا هاد الشيء كله هاد الغضب يمشي. كانت كتهبط عندي المغرب وكانت تقولها لي هذيك تقول لي يا صبري دابا كلشي ان شاء الله غيتصاوب. ماشي كلشي كاينه ولكن نزهه 8 سنين وهي كاينه هنا في بلجيكا 8 سنين وهي في بلجيكا. فين هو هذا ولد بلادها؟ فين هو؟ فين هو؟ لقاتو؟ ما لقاتوش البلجيكي مسكين هزها وحافظ عليها وتهلا فيها ودار لها اوراقها. هو كان عارف بان ما عندهاش اوراق وعارف بلا صعيب باش يدير لها الاوراق. وانا نقول لكم واحد الحاجه، اللي ما تيعرفش القانون يمشي يرجع للار ويسكت وما يدويش ويقول الله يحسن العوان. هذاك الوقت نزهه من يالله تلاقات بيه البلجيكي وراقو راه موجودين، تلاقو موجود كل شيء موجود، قال لها اجي نتزوجو. ولكن انا نقول لكم واحد الحاجه اللي انتم ما عارفينش على القانون. ملي انتيا باقا صغيره، ملي انتيا باقا صغيره وتمشي للبلديه وتقولي لهم بغيت نتزوج بهذا الراجل، اي انت باغيه وباغيك هما ما يتيقوش فيك. سمعتيني؟ ما يتيقوش فيك وما يزوجوكش بيه، والله لا تزوجتي بيه. يقول لك الراجل كبر منك، انت باغا تبروفيتي فيه، وانت باغا تزوجي على قبل الوراق، وانت باغا ديري غير الوراق وتزيدي. كاينه هاد الهضره ولا ما كايناش؟ الناس اللي معايا هنا قولوا هاد الكلام هو صحيح ولا ما صحيحش. كلام صحيح ما يغبوش يزوجوك بيه، يقول لك باغا غير تبروفيتي فيه، باغا غير ديري الوراق. ايوا زوجت بيه زواج اسلامي وولدت معاه الوليد، والوليد
اعترف بيه بوه وحطوه في الحالة المدنية، والناس اخذت الورق على على ولدها. هادشي فيه شي نقاش؟ هادشي فيه شي حاجة خايبة؟ هادشي فيه شي 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 دار بنادم كيقلب على راسو؟ هانتي باغا هانتي تزوجتي بيه وبغيتيه وعجبك وبغيتي وبغيتي تزوجي بيه، ما يتيقوش بيك انتي يا حاجة، ما عندك ورق وهو عنده ورق وبجيك وهذا ما يغبوش. داكشي اللي كتب ليها اختي. الناس كيجيو دابا وكيبقاو يقولوا الهضره ويهضروا 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 ويقولوا الناس خديتي البلجيك، البلجيك خاصها تبوس لي راسو راسو اصبح وعشيه، حيت نزها 7 8 سنين في بلجيكا، حتى واحد من ولاد بلادها ما بغاش يدير معاها الحلال. ونزها ما بغاش تمشي في طريق الطحراميات، بغات الحلال، والحمد لله كان معاها عبد الرزاق، وكان معاها كانت معاها مات عبد الرزاق، راه مات عبد الرزاق كان دخلها لدارها. الناس اللي كانت تقول راه عايشه مع عبد الرزاق، عايشه مع عبد الرزاق ومات عبد الرزاق عقوستي، دخل الله يذكرها بالخير، مراه طيبه كتقول لك انا وليه ووالد الوليات وما نتشفاش في الوليه. وقالت عبد وملي نزها كان جايه من اليونان قال لها عبد الرزاق قال لها راه نسيبتي خوت مرتي راها جايه مسكينه حارقه، واش رحنا واش نستقبلوها في الدار؟ قالت لي نستقبلوها، خاصنا نستقبلوها، فغادي تمشي فين غدق فين غتزيد، هذيك راه نسيبتك بحالها بحال اختك وناسك، يضحكوا عليك يقولك انا ماشي راجل، يقولوا لك انت ما حافظتيش على 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 نسيبتك، وهي جايه قاصده دارك قاصده عارك. اقسم بالله لهذا الكلام ان شاء الله تجازى عليه غدا يوم القيامه الله يذكرها بالخير. قالت لي جيبها قول لها تجي، وجات وتلقى لها عبد الرزاق في بروكسل، حطت من شدت التران من فرنسا لبروكسل ومشى لها عبد الرزاق لبروكسل جابها، وملي جابها مسكينه ملي جا دخلت لقات عقوزتي مطيبه الماكله وحاطاها ومصوبه لها بيتها ومصوبه لها سريرها ومصوبه لها مانطتها ومصوبه لها اللي زورها، وقالت لها ها انت بنت الناس الدار خاويه، راني تبارك الله عندي 13 والدار خاويه، حتى هي تونسينا ومرحبا بك، حتى يسهل عليك الله هلكا، كل اللي كيدير الخير ربي يخلصو على الخير. قالت لي ها جلسي حتى يسهل عليك الله وسيري يا بنت الناس في سبيلك، وكانت كتقولها لعقوسي كتقول لها بنت الناس دبري على راسك انت باقا صغيره تزوجي يا بنتي تزوجي تزوجي وستري راسك وان شاء الله كل شيء غيكون عندك مزيان. وتهلات فيها عبوستي تهلات في نزها، شكون هذا اللي غادي يشدك؟ شكون هذا اللي غادي يدخلك؟ شكون هذا اللي غيحل عليك الباب؟ شكون هذا اللي غيحل لك الباب ويقول لك تعالي دخلي عندي؟ شكون هذا اللي غيوكلك ويشربك وانت ما عندك تريال؟ سمعتيني؟ وتهلات فيها عبوستي وتهلا فيها راجلي ووراها راجلي كان يخرج معاها بحال هكا، ووراها الطرقان ووراها فين تمشي ووراها فين تجي ووراها المدينه، وعاملها بحال خطو لحد الان، لحد الان عبد الرزاق معامل نزها بحال خطو. دابا نيت يخلص معها الوراق يعيط ليها يقاد ليها وراقها هي نيت، هاد الموعد ديال الزواج راه عبد الرزاق اللي شادو، البلجيكي مسكين مرض ما بقاش قاد على الوراق ما بقاش قاد على المسائل، عبد الرزاق هو اللي مولى مكلف بالامور تاع نزها كلها، يعيط ليها يشد لها رانديفوات يشد لها رانديفوات ديال الطبه
شد لها جيهان بغات تصاوب الوراق ديالها، بغات تجدد الوراق ديالها، يجددهم ليها، يمشي معاها عند المحامي، يقاد ليها المسائل، كلشي كلشي. ولاد الناس، والحمد لله حنا بنات الناس، وتلاقينا مع ولاد الناس. باين راجلك زوج طيب، راجل طيب، اييه وقف مع اختي، وقف معها بزاف 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 بزاف. خير وما يتنساش عبد الرزاق، خير وما يتنساش. شكون هذا اللي غيهز لك، غيعيط لك ويصاوب لك وراقك ويدي. نهار الجيهان كانت كتصايب لها في الوراق باش تجيبها من المغرب، ويوقف معاه ولي تاع. حنا ما تنعرفوش الفلامانيه، حنا ما تنعرفوش نهضروا مع البيروقات. عبد الرزاق هو اللي يهضر، هو اللي ترجم ويمشي مع المحامي ويهضر للجمعيات. واحد الجمعيه كانت في بروكسل، يهضر مع هذيك الجمعيه ديال الوراق ويقول لها شنو نجيبو وشنو ما نجيبوش وشنو غنديرو وشنو ما غنديروش. شكون هادي راجل اختك اللي غادي يدير معاك هادشي؟ فين كاين هاد راجل اختك اللي غادي يدير معاك هادشي؟ فين؟ الحمد لله بنات الناس كيتلاقاو مع ولاد الناس. ويا انت هو ولد الناس، واخا عصابي راه مسكين، راه كبير راجل ولا عصابي، تا هو ولد الناس. علاش هزها وصانها وصاب لوراقها وصاب لوراق بنتها وجابت بنتها، ودابا مسكن مع مسكن معاها بنتها؟ شكون يدير معاك هادشي؟ شكون يدير معاك هادشي؟ شكون اللي غيصاوب لك وراق؟ كاين شي مغربي اللي يتزوج بيك يصاوب لك الوراق حاجه مشركهم لك ولا قطعهم لك؟ وكاين ولاد الناس بحال عبد الرزاق، حنا ما كنعموش، كاينين ولاد الناس تاع عبد الرزاق، راه مغربي، وانا با مغربي، وخوتي مغاربه، وعمامي مغاربه، واخواني مغاربه، حنا ما كنعموش لان حنا مغاربه. كاينه تقول لي كتعايري في الرجال ولا كتعايري، وخوتي رجاله، وبا تا هو مغربي الله يرحمه مسكين ويوسع عليه ديك القبور، وعمامي مغاربه، واخواني مغاربه، راه حنا مغاربه المغرب، انا نتلح 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 عليه في البحر. حتى نتوما معقول كاين؟ معقول؟ شتي انا نقول لك واحد الحاجه، انا جميله ولا نساء؟ حس بينا رجاله ما تحش بيناش عيالات، معقول؟ هو لي كاين نخرج ونتسارى وندور وراسي معري ونلبس وندور ونشوف وننسى، ولكن المعقول ما كاين شي ولد، شي ولد المراه اللي يقول يقول نهار جروري. والحمد لله اقسم بالله العلي العظيم كيحترمونا الناس، كيحترمونا الرجال، اقسم بالله العلي العظيم كيحترمونا الرجال. من طريقة الشوفة ديالك، طريقة الشوفة ديالك، طريقة ديال الشوفة ديالك، طريقة ديال التعامل ديالك، طريقة المشي ديالك، طريقة الحكي. انا نقول لكم واحد الحاجة، نهضر معاك نجاوب معاك، ولكن نبغي المعقول معاك، معقول عزيز عليا ديكوردي، نيشان نيشان.